باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم السابع عشر من شهر توت المبارك أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم سنة 51 للشهداء 335 ميلادية احتفل بطاركة الكنائس المسيحية وهم البابا القديس أثناسيوس الرسولي بطريرك الإسكندرية وبطريرك القسطنطينية وبطريرك أنطاكيا والقديس مكاريوس بطريرك أورشليم، بأن طافوا بالصليب المجيد في كنيسة القيامة ووضعوه داخل خزانة من الفضة. ويوافق هذا العيد أيضا ظهور علامة الصليب المجيد للإمبراطور قسطنطين الكبير وهو ذاهب للحرب، فقد رأى علامة الصليب في نور عظيم في السماء أبهى من نور الشمس، فتشجع وتشدد وانتصر في الحرب بقوة الصليب. بركة الصليب المجيد فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا استشهد القديس قسطور القس، بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا تنيحت القديسة ثأغنسطة، بركة صلواتها فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا تنيح القديس جرجس الجوهري، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.